السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي هجمة مرتدة، أهلا وسهلا بحضراتكم. موعدكم مع نشرة أخبار هجمة مرتدة. نشرتنا بتلاقي فيها أخبار الأهلي وأخبار الزمالك والمنتخب الوطني واستعداداته لتصفيات كأس العالم القادمة. وقبل ما نبدأ أخبارنا، حابب أنوه لحضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو أنت بتتابعني على الفيسبوك متابعة للصفحة عشان يوصلك الأخبار أول بأول. ونبدأ أخبارنا بأخبار النادي الأهلي. موسيماني سيغير محلل الأداء بمحلل أداء جديد سيعلن عنه في الأيام القادمة. موسيماني في طريقه للموافقة على ترك جونسون للتدريب في جنوب أفريقيا ويبحث عن بديل مصري مكانه. محمد الشناوي يغلق ملف الرحيل نهائيا ويعلن استمراره مع النادي الأهلي. النادي الأهلي يتواصل مع عمرو السولية وتجديده الأسبوع القادم. أحمد عبد القادر المعار من الأهلي إلى سموحة يودع زمائله على صفحته على الفيسبوك ويعلن عودته إلى النادي الأهلي مرة أخرى. أخبار الزمالك، الزمالك يعلن عن انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الزمالك من المصري البورسعيدي. الزمالك يجدد عقد محمد أشرف رؤى. الزمالك يوافق على بيع حميد أحداد إلى الرجاء المغربي بعد رفض اللاعب الانضمام إلى الوداد المغربي في صفقة تبادلية مع وليد الكارتي. الزمالك يبلغ حمد النجاز بموقفه النهائي الأسبوع القادم. بيراميدز يزاحم الزمالك في صفقة وليد الكارتي. الاتحاد المصري لكرة القدم، نحن على مسافة واحدة ما بين جميع الأندية بعد أزمة شيكابالا الأخيرة. رسميا قنوات أون سبورت تحصل على حقوق مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم القادمة، وبدايتها المباراة يوم الأربعاء القادم الساعة 9 مساء أمام إنجولا. فيلفسبورغ الألماني يعلن إعارة عمر مرموش. وفي الختام أحب أنوه لحضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.